بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، استكمالا لمحاضراتنا في مادة الأنثروبولوجيا الجريمة المرحلة الثالثة، نتناول هذا اليوم موضوع مدارس التي عانت أو درست أسباب أو مبررات ارتكاب الجريمة من قبل الأشخاص المجرمين والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة. حقيقة تعددت هذه الدوافع والأسباب، وأصبح لكل واحد منها مدرسة وآراء ونظريات حاولت أن تفسر السلوك الشاذ للمجرم من خلال هذا السبب. بعض هذه التخصصات، بعض هذه المدارس تنوعت وانقسمت بين عدة تخصصات، لكن هذه التخصصات الدقيقة أغلبها في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، مثل علم الإجرام، علم اجتماع الجريمة، أو علم الاجتماع الجنائي، أو الأنثروبولوجيا الجريمة، صبت في اتجاه واحد، وهو دراسة سلوك الشخص المجرم في إطاره الاجتماعي، وحاولت أن تفسر سلوك الجريمة من خلال الدوافع المرتكبة للشخص المجرم. فبعضها اتجه إلى دراسة العامل الاقتصادي وسميت بالمدرسة الاقتصادية، وبعضها اتجه إلى دراسة العامل البيئي أو الجغرافي وسميت بالمدرسة الجغرافية، والبعض الآخر من الآراء والنظريات والعلماء ركز على دراسة العامل النفسي وسميت بالمدرسة النفسية أيضا أو المدرسة الإكلينيكية الحديثة، والبعض الآخر حاول أن يجمع بين كل تلك الدوافع والأسباب في مدرسة تكاملية أو سميت بالمدرسة الاجتماعية التكاملية، التي أخذت على عاتقها دراسة تنوع أسباب أو مبررات ارتكاب الجريمة بأنها لا تحد أو تتعلق بسبب واحد دون غيره، بل هي مجموعة عوامل وظروف تأخذ على عاتقها دراسة دوافع النفسية أو الشخصية أو الذاتية أو الفردية للشخص المجرم، فضلا عن الأسباب التي تتعلق بالبيئة المحيطة سواء كانت اجتماعية أو إيكولوجية أو جغرافية. وموضوعنا لهذا اليوم سيأخذ على عاتقه دراسة المدرسة الأنثروبولوجية أو المدرسة الإيطالية. حقيقة هذه المدرسة هي من أوائل النظريات أو المدارس التي حاولت أن تدرس سلوك الشخص المجرم من خلال دراسة الشخص نفسه بغض النظر عن دوافع الجريمة، وعدت الشخص المجرم هو شخص شاذ خلقياً، أي أنه يختلف عن غيره من الأفراد الطبيعيين بمواصفات جسدية وفيزيولوجية مرضية نتيجة عدم اكتمال الخلقة أو نتيجة إصابته بأحد الأمراض العقلية مثل مرض الصرع. وأشهر رواد وعلماء هذه النظرية هو العالم الإيطالي لومبروزو، والذي سميت النظرية باسمه وعد هو مؤسس هذا الاتجاه الأنثروبولوجي في دراسة الجريمة، رغم أن الأبحاث التي درست الشخص المجرم مرضيا أو أنه شخصا مريض بدأت في فرنسا في مطلع القرن 19 مع العالم الفرنسي جال، والذي درس المريض باعتباره حالة شاذة مرضية خصوصا بمرض الصرع، وسميت في وقته بعلم فراسة الدماغ، التي أخذت على عاتقها دراسة مواصفات الدماغ ووظائفه ومدى تأثير ذلك على سلوك الفرد وارتكاب الجريمة. كانت أيضا في نفس الفترة في ألمانيا أيضا في مطلع القرن 19 تحديدا في 1853 أبحاث لعالم ألماني آخر اسمه كاروس، أيضا اتخذ نفس المنهج، لكن هذه النظرية أو ملامحها الواضحة تشكلت في إيطاليا في النصف الثاني من القرن 19، وبدأها العالم الإيطالي لومبروزو، والذي كان طبيبا جراحا يعمل في الجيش الإيطالي، ولاحظ من خلال تتبعه لحالة الجنود المقاتلين وجود فروق في السلوكيات ما بين بعضهم
ولاحظ أن الجندي الشرس الذي يتصف بمواصفات الشراسة والعدائية تجاه غيره من الأفراد له مواصفات جسمانية مختلفة، ثم عزز هذا الرأي أو هذه القناعة من خلال دراسته وعمله في مستشفى الأمراض النفسية، ولاحظ كيف أن مرضى الصرع أو مرضى الأمراض النفسية يتصفون بمواصفات جسمانية مختلفة خصوصا في شكل الجمجمة والعظام، فاتجه إلى محاولة معرفة طبيعة هذه الاختلافات ومدى صحتها في تأثيرها على سلوك الأفراد ونزوعهم إلى الجريمة. فعمل في أحد السجون، ومن خلال عمله كطبيب حاول أن يشرح جثث الأشخاص الذين كان يحكم عليهم بالإعدام، ولاحظ من خلال هذا التشريح وجود فوارق فيزيولوجية أو عضوية في جماجم وأعضاء وعظام الأشخاص المجرمين، خصوصا الذين كانوا يتسمون بالعنف أو ارتكابهم لجرائم العنف مثل القتل وغيره، رغم أنه درس أيضا جرائم السرقة. فلاحظ أن هناك تشوهات خلقية في الجمجمة مثل وجود أخاديد أو انحناءات في شكل الجمجمة خصوصا في الجانب الخلفي من الجمجمة، مع بعض المواصفات الخارجية التي كان يتصف بها المجرمون بالنسبة للومبروزو مثلا اللي هو عرض الجبهة بالنسبة لبعض المجرمين، انحناء الأنف، عرض المنخرين، ارتفاع عظمة الخد مثلا أو طول اليدين، إضافة إلى مواصفات عظمية أخرى نستكملها إن شاء الله في المحاضرة القادمة على أمل اللقاء والاستمرار في دراسة نظريات المفسرة للسلوك الإجرامي. وشكرا جزيلا لإنصاتكم.